السلام عليكم. تعرض الفنان المغربي عبد الإله عاجل لكسر على مستوى رجله أثناء تقديم عمل مسرحي في مسرح الوطني محمد الخامس في الرباط، ونقل عاجل إلى مستشفى الجامع ابن سينا بعد حادثة خلال تقديم مسرحيته المقهى الأخير على خشبة المسرح والذي تعرضه للكسر. وكشفت زوجته أن زوجها قد تم نقله إلى مستشفى الجامع ابن سينا في الرباط نتيجة سقوطه المفاجئ فوق خشبة المسرح. وقد قرر الطاقم الطبي إخضاع عاجل لعملية جراحية على مستوى رجله المصابة بكسر والتي تحتاج إلى وضع شرائح حديدية ومسامير. وروى الفنان جناح تاني ما حصل لحظة الحادث الذي تعرض له عاجل، وقال: يهتز قلبي وأن أعلم أن السقطة لم تكن تكسيرا للنص أو عبثية أو مسرح الحي، بل كانت حقيقية. حينما شعرت بالصدمة القوية وصعدت الخشبة كانت كلمته قاسية، تهرست، توقف العرض، الزهرة نجوم وسعاد خيي غرغرت عينهما بالدموع، كل الدعوات للشفاء بالشفاء لمحارب العملاق الباحث المبدع عبد الإله عاجل.